الوقت وانا سيتي من بيريود و يعني كبرت على الستيل ميوزيكال هذا، لكن بعد انا حبيت نطور من نفسي. يعني انا وذني الموسيقيه مفتوحه على بليزيور كاتيجوري ميوزيكال، يعني ما يعني كيف ما نجم نسمع راب، كيف ما نسمع شعبي، كيف ما نسمع موسيقى مغربيه، كيف ما نسمع راي جزائري، كيف ما نسمع اوبرا، كيف ما نسمع. يعني حبيت نعمل نشوف اسكو انا جو سوي كابابل اني نعمل ميوزيك دو مونت ولا. لكن القلم قعد راب، يعني المواضيع قعدت هادفه، يعني بلوز او موان الميوزيكاليتي هي اللي تبدلت. لكن البوم باب بتدرى بتدرى، يعني انا في مخي اني نعمل البوم يعني ان بو فيه روح الاولد سكول لكن بسونوريتي جديده. فيما يخص عملت اعمال مع بليزيور ارتيست، يعني ماروكان اولهم ميستيريو اللي هو اخويا وتحيه ليه باش يكون موجود اليوم معنا، مع دي جي حميده وين سرحاني زاد بليزيور تراك. عندي بروشينمون انا وان شاء الله انا و تيب جي، وعندي انا وغراندي توتو زاد قدرت بيه مسلم كوفابا. يعني انا اكتشفت الراب مع اوكان اطافير سان قفلو اطافير مسلم، وما شاء الله يعني لاسين اوربان اللي موجوده في المغرب تشرفنا احنا كمغربان اول شيء، لانه الموسيقى باغ اكزومبل غراندي توتو دو بارتو وين تمشي في العالم تسمعوا ديزي بروز نفس الشيء، مايسترو تحيه ليه. يعني فهم برشا اسامي، يعني ما نصحبش كل الاسامي لكن ما شاء الله عليهم. معناها صافي بليزير اني بوكوا با اني نعمل يعني دي كولابوراسيون افيك بليزيور ارتيست ماروكان يشرفني. اولهم ميستيريو قلت لك، يعني ميستيريو ما شاء الله عملنا بليزيور تراك اونسومبل، و ريسامون اون انريجستري دو تراك اللي تراك باش ينزل عندي وتراك باش ينزل عنده ان شاء الله. ولا يعني ولي اوفير توت كولابوراسيون ويشرفنا نتعاملوا مع ديز ارتيست من المغرب. بصراحه يشرفني اني نتعامل مع مسلم. يعني نعرف بعضنا عندنا مده، يعني اول ما جيت من المغرب مشيت واحد مسلم لطنجه كانت عام 2018 2019 وعملنا حفلات مع بعضنا يعني في اوروبا، ولكن ما يعني انا باو لوكازيون باش كولابوري اونسومبل وان شاء الله. علاش لا؟ يعني شرف لي اني نتعامل مع ارتيست كبير كيما مسلم